مشاهدينا، رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن الوضع الاقتصادي الراهن، وازاي حضرتك شايفه، وازاي نقدر ان احنا قراءته ازاي، ونقدر ازاي نوصله للسادة المشاهدين. هو في الحقيقة زي ما احنا سمعنا حالا ست الرئيس بيقول ان قضية الوعي هي من اخطر القضايا المهمة جدا، ان احنا نخلق وعي ثقافي اقتصادي للمواطن، لان القضية اللي بتحتل من عام 2011 بالذات وما قبل ذلك طبعا، بس من عام 2011 على وجه الخصوص حتى الان، لما طالبوا بعيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية، هنلاقي ان العيش اقتصاد، الحرية دي سياسة، وبيكلف عدالة اجتماعية وكرامة انسانية ده اقتصاد، يعني ثلاث ارباع حياة المواطن المصري اهتمام بالاقتصاد. فعشان نخلق هذا الوعي ونشوف قراءة المشهد، هي ليست فقط قراءة للاقتصاديين بقدر ما هي قراءة للمواطن البسيط عشان نفهم. مش هخش قوي في ارقام، لكن انا عايز اقول نقرا كده الوضع المشهد. المشهد المصري، هي مصر دي لو اعتبرناها انها فرد بيكسب كام وبيصرف كام. مصر بتكسب من ثلاث اماكن، من الضرائب ومن المنح ومن ايرادات اخرى، مع تحفظي على هذه البنود بس التلاته المفروض تتغير، لان مصر حجمها وامكانياتها والموارد اللي تملكها اكبر من كده بكتير جدا. وده نرجع بقى، هي الموازنه دي مين اللي حطها، ده ممكن نتكلم فيه في حلقه بعد كده ان شاء الله. لكن مصر بتجيب من الضرائب بما يعادل 76% من ايراداتنا، المنح لا تذكر، ايرادات اخرى من بعض الموارد اللي محتاجه الى حسن استغلال. بننفق فين؟ بننفق في اربع اجور بتهم المواطن اللي حاليا هو مظلوم وبيشعر بالظلم، ولكن احنا محتاجين ان هو والدوله يكون في رساله مشتركه، ان يكون فاهم. بنصرف على الاجور، بنصرف على الدعم، بنصرف على الفوائد بتاعت الدين او خدمه الدين، بنصرف على الوزارات كلها بما فيها بقى التعليم والصحه، ال 35 وزاره المصريه. طب هو الاجور، هل الاجور اللي بنصرفها على ال 7 مليون موظف اللي هي داخله 240 مليار، كنا خلي بال حضرتك في 2010 80 مليار، بنصرف دلوقتي 240 مليار اجور، يعني ضغط على الموازنه العامه رهيب جدا. اما نيجي نشوف الدعم اللي بيروح للفقير والغني، احنا محتاجين يروح للفقير بس. اما نيجي نشوف فوائد الدين اللي هي بتلتهم ربع الموازنه، فوائد الدين يوم كمان شهر بالظبط هتكون بالظبط كام؟ 400 مليار جنيه مصري من الموازنه العامه، يعني نص الايرادات اللي جايه بتروح خدمه الدين. احنا محتاجين الى ان احنا بقى ندعم الوزارات بالباقي. طب الباقي ده ما فيش، طب الباقي ده 35 وزاره، هنروح فين في التعليم؟ هنروح فين في الصحه؟ هنروح فين في الصناعات التموين؟ طب انا اتخضيت. تمام، طيب قول لي احنا لازم نخض كده عشان نفهم الناس الوضع الاقتصادي، عشان مش بس ده هيستمر كتير، يكونوا فاهمين الدوله ماشيه ازاي. ده عشان نقول كمان ان احنا محتاجين ان احنا نغير الدولة. دي اعباء يعني على الدوله، يعني احنا ما نحملش الدوله فوق طاقتها برضو ونقول ان الدولة بتظلم، وده لا ينفي المسؤولية، يعني ده تفهمناه. ايوه فعلا، خلاص. نيجي بقى نقول النقطة التانية، ان في حاجة اسمها دستور وفي حاجة اسمها دولة وحاجة اسمها نظام وحاجة اسمها حكومة. لازم نفرق بين الدستور اللي بيحكم الدولة والنظام والحكومة. عشان كده الرئيس احيانا او الحكومة ما بتقدرش تاخد قرار، لان هو ملزم بما كان في الدستور. الدستور ده مش هو اللي عمله، ده احنا كشعب اللي وافقنا عليه. يبقى هناك مواد اقتصادية في الدستور من مادة 27 لمادة 46، اول مادة فيها مادة 26 بتقول يهدف النظام الاقتصادي المصري الى الرفاهية. طب رفاهية ايه؟ احنا محتاجين الاول عدالة اجتماعية، محتاجين خطوة من 8 خطوات عشان نقدر نقول احنا محتاجين رفاهية. طب اما وان مادة 26 كده لحد 46 20 مادة اقتصادية، حد فينا قرى ال 20 مادة اقتصادية اللي في الدستور؟ هتلاقي معظم الشعب اصلا مش عارف موضوع الدستور قد ايه. طب خلينا نفهم الاول دستورنا عامل ازاي، المواد الاقتصادية عاملة ازاي، ثم نشوف ايه هو دور الدولة. الدولة بمؤسساتها محتاجين بقى البرلمان دوره ايه في التشريعات؟ هل محتاجين لسه نطلع قانون للمخطوبين وفسخ الخطوبة وقانون لشيخ الازهر عشان نعزله، ولا نحطه خلونا نفكر فيما يهم المواطن البسيط. المواطن البسيط محتاج اجور، المواطن البسيط محتاج الرغيف ياكله، يحتاج يامن اكله وشربه، محتاج تعليم، محتاج صحه، محتاج دواء، محتاج سكن، محتاج كساء، محتاج نقل. اذا وفرنا الخمس ست اماكن دول، دي اولويات لازم تكون مقريه، هي مقريه للمواطن البسيط قبل ما تكون مقريه الى بعض المؤسسات. يجب على اعضاء مجلس الشعب عليهم دور، الوزراء عليهم دور، المتخصصين امثالنا عليهم دور. يجب ان احنا نوصل هذه الثقافه ونكون متفقين، المواطن، المؤسسات، الدوله. نيجي لدور النظام. النظام هو حلقة وصل بين انه يحافظ على المواطن ويوجه الحكومة. عشان كده الناس لو واحد خبط في واحد في الشارع عايز السيسي يحل له مشكلته، لو واحد راح خد عفش بتاع واحد يقول له السيسي يحل له مشكلته. الرئيس السيسي يعني ده رئيس دولة، رئيس الدولة لازم نفهم سلطاته في الدستور عاملة ازاي، مش هو اللي بيعمل كل حاجة. نيجي للحكومة اللي آخر حاجة اللي هي مسؤولة في الدولة، هي ده واجب عليها انها تحدد التعيينات، تقضي على البطالة، تشوف معيار السكان اللي هو يوم 15 بكرة 15/5 هنكون 93 مليون مواطن جوه مصر و8 مليون بره مصر. هذا الحجم الذي يجب ان يواكبه نمو. طب هو النمو قد ايه؟ نبتدي بقى نقرا صح ونفهم بس صح. نتكلم بس عن النمو، عايزين نفهم يعني ايه نمو بشكل مبسط كده نخلي كل الناس تفهم. طيب احنا اتفقنا ان احنا بكره 15/5 هنكون 93 مليون مواطن. تمام. تمام؟ بنزيد قد ايه في السنه بقى؟ يعني احنا ايه اللي وصلنا ان احنا نكون 93 مليون؟ بنزيد 2.6%، يعني بنزيد حوالي 2 مليون و400 الف في السنه. طيب
ال 2 مليون و400 دول نقول 2 مليون ونص، يعني احنا مش مدركين يعني قيمه المصيبه اللي احنا فيها، وان مفيش نمو اقتصادي وان الناس مش لاقيه تاكل وبنزيد. لا ده انا هشرح بس يعني ايه نمو. احنا بنزيد 2 مليون ونص صح، اضربيهم في 3 هذا الرقم اللي هيضرب في 3 2 ونص في 3 ب 7 ونص، علشان في مش يبقى احنا محتاجين نوصل لنمو اسمه 7 ونص. اصل الناس دايما بتسالني تقول لي ليه كلمه 7 ونص، ليه انتوا كاقتصاديين بتقولوا عايزين نوصل لنمو 7 ونص؟ بنشوف معدل الزياده في النمو السكاني اللي هو 2 مليون ونص اضربيه في 3. ليه طيب؟ ما هو هو ده حساب معادله النمو الاقتصادي. تمام. يبقى اي دوله تشوف عدد سكانها كام لازم نضربه في 3 نضرب في 3 النمو الاقتصادي اللي لازم استهدفه. طب احنا كنا كام في 2011؟ كنا 1.8. طب احنا كام النهارده؟ 3.8 يعني تقريبا 4. مستهدفين نروح كام؟ يبقى لازم اقول 7.5. اتحسبت ازاي؟ اتحسب ان انا بعرف انا قد ايه سكان، انا قد ايه معدل الزياده السكانيه. الخطير في الامر ان احنا بنزيد يوميا ال 2 مليون ونص. احنا عندنا 35 وزاره. طب ناخد التعليم بس، التعليم بس بنزيد معدل الزياده السكانيه محتاجه من وزير التربيه والتعليم يصحى من النوم الصبح يجيب 150 فصل كثافه الفصل 60 طالب. شفت حضرتك خطوره الزياده السكانيه؟ ده انا بتكلم على قطاع ما بالك بقى الصحه، ما بالك التعليم، ما بالك كل الوزارات. في مشاكل كبيره جدا بتواجه المجتمع المصري، مش بالسهوله ان انا اتخذ قرار اقتصادي. ولكن احنا دائما عندنا مشكله في القرارات الاقتصاديه. في امريكا بيدرسوا في كتب الاداره ان هناك 10 خطوات لاتخاذ اي قرار اقتصادي، اولها الوعي بالمشكله. احنا دلوقتي اصلا كدوله، وبتكلم بالمفهوم الواسع اللي هو برلمان واساتذه الجامعه، احنا ما عندناش اصلا وعي بايه هي المشاكل الملحه اللي يعني بتواجه المجتمع المصري. يعني الدوله هي لسه ما عندهاش وعي بالمشكله. ما انا بتكلم، انا قلت بالمفهوم الواسع مش الدوله اللي هي النظام. مظبوط. انا بقول البرلمان حضرتك شوفي كل يوم بيناقشوا ايه، كل يوم كل يوم. فانا لسه لحد امبارح سهران للساعه 3 بالليل بشوف مهازل بتحصل من نواب مجلس الشعب يكلموا على ان قانون الخاطب والمخطوبه وفسخ الخطوبه، قانون شيخ الازهر ولازم تعديل قانون شيخ الازهر، الفتنه الطائفيه اللي عماله تحصل كل يوم. ده احنا مغيبين اللي هم المسؤولين على حمل الامانه لهذا الشعب. احنا في مننا كتير قوي مغيبين، يجب علينا ان احنا نحمل الامانه. الامانه دي هنسأل قدام الله عز وجل اولا، ثم قدام الوطن بتاعنا ثانيا. لو تشوف حضرتك الشعب الالماني، الشعب الفرنسي عامل ازاي، امريكا على سبيل المثال، اوباما استلم البطاله في 2011 11.5%، احنا عندنا 12.5% بالمناسبه، 11.5%. بنتكلم في 2016 لما ساب كانت البطاله وصلت ل 4.5%. طيب هل المشروعات اللي بتفتتح، يعني الرئيس النهارده بيفتتح مشروعات وقبل كده كان في افتتاح مشروعات، عايزين حضرتك تكلمنا على المشروعات اللي بتفتتح النهارده، وهل دي هتفيد البلد في الفتره اللي جايه في النمو الاقتصادي ازاي؟ من منتصف 2013 حتى الان اتفتح 46 مشروع قومي. هذا ال 46 يعني 46 مشروع قومي اخرها النهارده بنتكلم على سوهاج والاقصر وقنا، بنفتح مشروعات للغلال، صوامع، كباري، بنفتح مشروعات ضخمه جدا. هذه المشروعات لو هنتكلم على الكباري بس، احنا بنتكلم على حجم ضخم جدا، واحنا كلنا ملاحظينه على الطرق والكباري اللي اتعملت. 7000 كيلو اتعملوا زياده في هذه الفتره. هذه لما بعمل طريق وبشق طريق، رقم واحد الارض اللي كانت بتتباع ب 100 و200 جنيه دلوقتي بتتباع ب 2000 جنيه. يبقى اولا عدت سعر، عمل نقل وصوله في النقل الطرق، فهيرخص الاسعار لان كانت صعوبه النقل هي اللي بتخلي الاسعار تزيد. كانت شق طريق بس، ده بيعمل سهوله، مرونه، بيعمل راحه نفسيه، بيعمل نمو، رخص في الاسعار، بيعمل تنميه، بيعمل زياده في المصانع، زياده في التشغيل، زياده في العماله. كل الامور دي بتنعكس على ان شق طريق واحد بس. اما بعمل زي الصوامع النهارده، الصوامع دي كانت مشكله القمح، كان اولا بيأثر على الخبز ومرتبط بكذا وزاره. كنا بنستورد كميات كبيره جدا، احنا بنستورد 60 ل 70% من مواردنا في القمح. دلوقتي ليه؟ لان كان الهالك عندي من 15 ل 25%. النهارده في مشروع زي دوت كان بيقروا قوارض بتاكله، الطيور بتاكله، درجه الحراره، الرطوبه، كل هذه الامور كانت بتأثر تأثير بالغ جدا على القمح. فكون ان انا اعمل مشروع زي ده بشوف بقى دراسه الجدوى، التكلفه قد ايه، واللي بوفره قد ايه، وده تأثيره ايه على ما يحتاجه المواطن البسيط. رغيف العيش اظن كنا بنعاني كلنا من سنتين من رغيف الخبز ومن الكهرباء. حضرتك شايف دلوقتي في معاناه في رغيف الخبز؟ اظن اتحلت المشكله. الطاقه بقى النوم ما بيقطعش تقريبا، احنا عندنا بقى مشكله في حل الطاقه. هناك مشروعات تنمويه تقام، 46 مشروع قومي لازم نكون حاسين بيهم، القضاء على فيروس سي، بنتكلم على مشروعات في الاسكان حي الاسمرات، بنتكلم على الصوامع والغلال، بنتكلم على الغاز، بنتكلم على الطاقه، بنتكلم على رغيف الخبز. لو عايد حضرتك كميه المشروعات جداً. هذه المشروعات لا حس بيها المواطن. احنا بنتكلم المواطن كتير بيقولوا لي المشروعات مش حاسين بيه، لا المشروعات انتوا حاسين بيه. انا نفسي كنت بعاني من رغيف الخبز، بعاني من البوتاجاز، بعاني من الغاز، بنعاني من الكهرباء، لا كل الامور دي توفرت. يجب علينا ان احنا نشوف الشيء اللي احسنت فيه الدوله ونقول لها اهلا وسهلا. لما المشكله بتخلص بننسى ان احنا كان عندنا مشكله. هو المواطن معذور، يعني المواطن عايز دائما، يعني هو احنا تعودنا ان احنا مش ما عندناش
فهم قوي يعني لما هو الرأسمالية، ان الدولة دي مش هي الاب والام. احنا تعودنا كمصريين من الخمسينات ان الدولة هي المسؤولة عننا في كل شيء. اذا فهمنا الناس يعني ايه الرأسمالية والسوق، وكل عمال ينادي بالسوق بالسوق بالسوق، احنا مش فاهمين اصلا يعني ايه ادوات السوق، وبالتالي انعكس ده على الدستور، حطينا بعض المواد مخالفة لبعضها. لما المستثمر الاجنبي لما بيجي يستثمر في مصر، رقم واحد بيبص لها الدستور، انت عندك كام مادة اقتصادية؟ احنا عندنا 20 مادة. طب ال 20 مادة دول هيحموني كمستثمر ولا هيسجنوني لو عملت مشكلة؟ طب هيدوني الإقامة بعد قد ايه؟ طب انا لو استثمرت عندكم ايه هي الضمانات في الضرائب وفي غيره اللي تدهاني؟ طب ايه هو الدول التانية اللي ممكن متمتع بيها؟ يجب علينا من المتخصصين انهم لما بيجوا يعملوا قانون للضرائب او يحطوا مادة للدستور لازم ياخدوا الاطار الواسع، الدول التانية، تركيا بتعمل ايه، الامارات بتعمل ايه، الدول دي عملت ايه، وابتدي اشوف. احنا عندنا مشكلة في ان الصادرات حتى بتاعتنا والانتاج، مصر بتصدر بكام؟ مصر بتصدر ب 18 مليار. طيب هو الدول الاخرى بتصدر بكام؟ جنوب افريقيا 100 مليار، المغرب 36 مليار، الضعف. ماليزيا 200 مليار. احنا لازم نشوف الدول دي عملت ايه. الدول دي ما كانتش بتصدر، الدول دي كانت رقم 160 170 على مستوى العالم من 193 دوله، دلوقتي بنتكلم في رقم 20 و18 و19. يبقى احنا لازم علينا نشوف التجارب الاخرى. لما اجي احط ماده للدستور اشوف انا واقعي فين، وما هو المأمول وما هو المتاح. لو انا حطيت الثلاثه دول واشوف تجارب غيري، يعني التجارب غيري ونجحت ازاي، وان انا ممكن ان انا اطبقها، امصرها واطبقها بالزبط. مش لازم ان احنا ناخد مده طويله، علشان يعني في قوانين كتيرة جدا بتعوق الاقتصاد وبتعوق الاستثمارات. اي مستثمر بيجي يستثمر زي ما حضرتك بتقول بيلاقي معوقات كتير جدا، لدرجة ان هو بيزهق، ممكن يشوف بلد تانية ويروح يعمل الاستثمارات والمشروعات فيها ويسيبنا. فاكيد المعوقات دي كلها لازم نفكر فيها بشكل. لو تتخيل حضرتك ان احنا لحد السنة اللي فاتت كان في قانون ما اتغيرش من سنة كام؟ من سنة 1883 قانون للاستثمار. احنا عندنا مشكلة في ان احنا نحط وعي استثماري ونشوف اولا المستثمر عايز ايه قبل ما احط قانون استثماري. اطلع للمستثمرين وكبرى الشركات، هو انتوا محتاجين ايه من مصر؟ طب انتوا شايفين. وبعدين انا كمصر عندي 27 محافظه، كل محافظه تعمل ما يسمى الاجنده الاقتصاديه. بني سويف تقول لي كميه الاراضي اللي عندها فاضيه قد ايه، ايه المشروعات اللي ممكن متاحه، ايه العماله المدربه اللي عندها وحجمها قد ايه، وفي اي صناعات، واعرض هذه الاجنده، كل اجنده اقتصاديه من 27 محافظه، ويكون في حد مفوضين من ناس اقتصاديين يطلعوا للخارج للشركات الكبرى مع رجال اعمال ويشاركوا في هذا الامر. يبقى عندي استثمار محلي واستثمار خارجي. كل الامور دي لازم تكون رؤيه واضحه، هي واضحه لينا كاقتصاديين، لكن عايزين المواطن يكون لمسه معانا بهذه البساطه. اكيد حضرتك النهارده اكيد بسطت للمشاهدين الوضع، واكيد يعني فهمنا حاجات كتير ما كناش فاهمينها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مساعد دكتور اسلام شاهين، استاذ الاقتصاد والماليه العامه، مساعد ومستشار مجلس علماء مصر، نورتنا. اهلا بك، شكرا جزيلا. اهلا بك، نهارك سعيد. اهلا وسهلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاك بقى في قراءات. نهارك سعيد. في انتاجيه يمكن وصلت في الحقل الارشادي.